بتنظيم من جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أقيم معرض التشغيل الصناعي الخامس بمشاركة المئات من الشباب الأردني الباحث عن العمل، حيث يوفر المعرض ما يقرب من 700 فرصة عمل للشباب في القطاع المهني والصناعي من خلال أكثر من 50 شركة صناعية مشاركة في هذا الحدث. الحمد لله تعالى، هذا المعرض الخامس. اليوم احنا بنسميه هذا سوق عمل، وليس فقط معرض للوظائف والتوظيف، هو سوق عمل. بمعنى انه في عندنا هلا بحدود 60 شركة موجودين هون. هذه الشركات تم اختيارها بناء على حاجتها الحقيقية للتوظيف. اليوم في عندنا طالبي عمل تجاوزوا 3000 واحد عن طريق الانترنت تم تسجيلهم، واليوم هم بيبحثوا انه يكون في لهم هذه الفرصه. ان شاء الله تطلعاتنا، يعني احنا يعني شباب وزينا زي هالشباب، بدنا نساعد الشباب، نوجههم، ننصحهم، لو كانت الظروف صعبه، الرواتب مش عاليه، بس انه الواحد يتحمل ويبلش. وتتنوع الوظائف المتاحة في هذا المعرض ما بين وظائف فنية وأخرى تقنية، تم توضيحها من خلال دليل المعرض الذي تم توزيعه على جميع الشباب المشاركين. وأبدى الشباب المشاركون ارتياحهم إزاء إقامة مثل هذه المعارض التي توفر عليهم الجهد والوقت، إذ يقدمون لعشرات الشركات في مكان ووقت واحد. جاي والله هون زي باقي الشباب، يعني الواحد بده يقدم طلب توظيف وان شاء الله يطلع له، لانه بدايه حياه واحد حديث تخرج اهم شيء هسه انك تتوظف. سمعت عن المعرض على الفيسبوك، جيت ادور على وظيفه بتناسبني. في شركات كتير متنوعه، في مجالات كتير متنوعه، ان شاء الله انه الواحد ممكن يلاقي فرصه عمل كويسه وبتناسبه بهذا المعرض. هو بالنسبة لي السهل أسهل، ما أنه نروح نقعد على كل شركة ندور ونروح نقدم سيفيهات وكل شركة بعيدة، فكان بالنسبة لنا أسهل. وقد شارك في تنظيم هذا المعرض الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب كداعم رسمي يقدم التسهيلات للشباب للحصول على عمل كريم. طبعا الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب هي مكرمة ملكية سامية، أنشئت بعام 2007، تهدف إلى تأهيل الشباب الأردني للدخول بسوق العمل بمهن إنشائية ومساندة بشهادات مزاولات مهنة تؤهلهم من الدخول بقوة في سوق العمل. مئات مقابلات العمل جرت من خلال ساعات المعرض الذي يقام للسنة الخامسة على التوالي، وقد حقق نجاحا كبيرا في السنوات الماضية بحسب المنظمين. المعرض السابق كان إقبال برضو كبير جدا، وما لا يقل عن حوالي 170 وظيفة تم. هذا نأمل إن شاء الله يكون عدد كبير من الوظائف. في عيون هؤلاء الشباب والشابات طموح كبير وطاقات عالية يتمنون توظيفها من خلال الفرص المتاحة في هذا المعرض. محاربة البطالة وصناعة الأمل لدى الشباب من خلال الحصول على العمل هو الهدف الأسمى الذي يطمح إليه هذا المعرض. ويبقى التحدي الأكبر لدى الشباب الأردني هو البحث عن العمل الذي يوفر لهم العيش الكريم ومستقبلا أفضل. من عمان كان معكم عبد الرحمن أبو لبن، قناة إقراء الفضائية.